بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبرمج أحمد رجب كاظم، الجامعة التقنية الجنوبية، مركز الحاسب الإلكتروني. طبعا اليوم راح نشرح الاستمارة الخاصة بالتقديم إلى السكن الجامعي. أول ما تفتح الرابط الخاص بالتقديم راح تظهر لك الاستمارة بهذا الشكل. بالبداية يجب أن نقرأ شروط التقديم. طبعا يبدأ التقديم في 1/9 وينتهي لغاية 30/9. يجب أنه خلال هذه المدة يكون فترة التقديم، لأن بعدها راح تغلق الاستمارة. يجب أيضا على المتقدم قراءة كل شروط التقديم بعناية، لأن أيضا راح نحتاجها فيما بعد في الاستمارة مثل ما راح نشوف. بعد ما نسوي سكرول إلى الأسفل راح نلقى هذا أيضا الكتاب الخاص بتعميم رابط التقديم على التشكيلات. ننتقل أيضا إلى الأسفل، راح نلقى هنا بوتوم او الزر الخاص بالاقرار بالشروط والتعهد بالموافقه عليها. فهنا بمجرد ما انقر انه اسوي تشيك على هذا البوتوم راح يتفعل الانتقال الى استماره التقديم. انقر على هذا الزر اللي هو خاص بالانتقال الى استماره التقديم، وراح تفتح لي الاستماره بهذه الطريقه. طبعا الاستماره هي عباره عن مجموعه من الخطوات، هي جدا بسيطة لكن يحتاج إلى الانتباه إلى كل حقل أثناء التقديم حتى تتم عملية التقديم بصورة صحيحة. أولا ملاحظة هنا عندنا أنه كل المرفقات يجب أن نرسلها بصيغة PDF من خلال الاستمارة. يجب ملء جميع حقول الاستمارة، ما نترك مكان فارغ إلا في حال أنه كان المكان ما يطلب من عندنا input، يعني ما يطلب من عندنا أنه ندخل أي بيانات هو مو خاص بينا اثناء عمليه التقديم مثل ما راح نشوف. هسه هنا أنا حاليا بالبدايه يطلب من عندنا بالخطوه الاولى انه ندخل الاسم الرباعي. فلنفترض الاسم الرباعي هنا عبد الرضا طاهر حسين محمد. نختار التشكيل، لنفترض ان التشكيل هو في رئاسه الجامعه. يطلب من عندنا رقم الهاتف، يعني أي رقم هاتف ندخله، العنوان الوظيفي أيضا للمتقدم. طبعا أنا باعتبار مقدم سابقا فما جاي يشوفون أنه جاي أكتبها، هي مجرد جاي تظهر عندي باعتبار أنه أنا مقدم سابقا من خلال الفورم هذه. فأنت مجرد ما تدخل البيانات تنتقل إلى كل حقل، تدخل رقم الهاتف، تختار التشكيل، وأيضا تختار العنوان الوظيفي. بالنسبة للفئة هي دروب ليست، يعني تقدر تختار من خلالها بدون ما حاجة إلى كتابة أي مدخل. هنا أنا راح نختار، لنفرض أنه أنا تدريسي. هنا راح تجي الاستمارة بهيئة سؤال يعني وجواب بنعم أو لا بالنسبة للشروط اللي قرأناها في الصفحة الأولى أو في الصفحة الرئيسية اللي ظهرت عندنا. هل أنت من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟ راح أجاوب بنعم، وإذا جاوبت بكلا طبعا يختفي المرفق. فإذا جاوبت بنعم يطلب من عندي أنه أرفق نسخة من الأمر الإداري الخاص بالتعيين مالتي. لنفرض أنه أنا مهيئ ملف أو فولدر على الحاسبة كامل خاص بمستمسكات التقديم مالتي. طبعا أنا هنا أنا فقط مسوي ملف PDF واحد، هو كتست اختبار للتقديم. طبعا المتقدم راح يسوي مجموعة من الملفات، يعني هذه جدا مهمة، مجموعة من الملفات اللي تكون بصيغة PDF. ما يصير انه ارفق كل مستمسكاتي في ملف PDF واحد واحملها في كل مره، لا، يجب التجزئه، يجب في كل سكشن او في كل قسم يطلب من عندي حسب شنو هو طالب بالاستماره ارفقه له ويكون مجزئه، يعني ما اخليها كلها ملف PDF واحد، هذه جدا ضروريه. الان هو طالب مني لنفرض انه الامر الاداري، فلنفرض انه هذا الملف التست هو الامر الاداري الخاص بي. فراح اختاره واقول له اوبن، الان تحمل. هذه هو ظهر اسم الملف الخاص بالامر الاداري مالتي. هنا سالني هل عندك خدمه خارج وزاره التعليم العالي؟ انا ما عندي خدمه. في حال بعض المنتسبين كان عندهم خدمه ايضا راح يطلب من عندهم الامر الاداري. انا حاليا الان راح اختار كلا ما عندي خدمه خارج وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. بالنسبه ايضا الى السكشن اللي بعده راح يطلب من عندي ويسألني هل أنه أنت تمتلك وحدة سكنية؟ طبعا باعتبار أنه أنا مقدم أو متقدم للوحدات السكنية ضمن السكن الجامعي ما أمتلك وحدة سكنية، فراح أجاوب كلا. من الشروط أيضا أنه أنا يجب أن أكون على الملاك الدائم، فأنا أيضا على الملاك الدائم. هنا أنا يطلب من عندي تأييد حسن السيرة والسلوك الوظيفي من رئيسك المباشر، يجب أن يكون طلب يقدم
إلى المسؤول المباشر من أجل حسن السيرة والسلوك الوظيفي، ويكون مهمشا من قبل المسؤول المباشر للمتقدم. فهنا أنا أيضا راح أختار الملف، لنفرض هذا أيضا ملف آخر هو خاص بحسن السيرة والسلوك. طبعا أنا جاي أرفع نفس الملف باعتبار هو تيست، أما المتقدمين لا، يكون مجهز كل الملفات وكل الفايلات على حدة ومسميها بأسمائها، اللي هذا خاص تأييد حسن السيرة والسلوك، هذا الأمر الإداري الخاص بالمتقدم، وهكذا. هذا للإيضاح. بالنسبة للمتقدم يجب أنه يمتلك خدمة وظيفية لا تقل عن 5 سنوات، فأنا راح أجاوب نعم. بالنسبة للحالة الاجتماعية، هنا أنا إذا اخترت أنا متزوج راح تفتح لي المستمسكات المطلوبة من عندي، اللي بالنسبة للأشخاص اللي يمتلكون الجنسية يقدر يرفع الجنسية وشهادة الجنسية. بالنسبة للأشخاص اللي يمتلكون البطاقة الموحدة يكتفي فقط بالبطاقة الموحدة ويهمل الطلب اللي خاص بشهادة الجنسية، لأن مثل ما جاي نشوف مكتوبة بين قوسين شهادة الجنسية للمتقدم إن وجدت. فهنا راح أختار أنا حاليا، لنفرض أنه أنا عندي بطاقة موحدة، فراح أهمل شهادة الجنسية، راح أتركها ما راح أحتاجها. يطلب مني أيضا البطاقة التموينية، لنفرض هذا أيضا ملف آخر خاص بالبطاقة التموينية على حدة مثل ما قلنا، وأيضا عقد الزواج. هذا بالنسبة لي. طبعا اكو بقية اختيارات اخرى، سواء كان المتقدم مطلق او ارمل او اعزب. بالنسبة للاعزب نفس المستمسكات، هي فقط يتغير اخر حقل، يعني المطلق يحتاج الى عقد الطلاق، وبالنسبة للارمل شهادة الوفاة، وبالنسبة للاعزب حجة اعالة محدثة. اركز على كلمة محدثة، يجب ان تكون حجة الاعالة بالنسبة للعزب محدثة. هذه بالنسبة الان حاليا للاستمارة. طبعا هنا عقد الزواج ايضا انا لازم اختاره، هذا عقد الزواج لنفرض اختاريته. الان ناتي بعدها للسكشن الاخر اللي هو الخاص باضافه افراد الاسره. لنفرض انه انا الاسره مالتي تتكون من يعني انا المتقدم وزوجتي، ولنفرض عندي طفل ايضا، فمن خلالها راح اضيف انه عندنا افراد الاسره 2، يعني انا مستمسكاتي قدمتها، الان فقط اضيف افراد اسرتي، اقدم فقط لافراد اسرتي. الان حاليا بالبدايه يطلب من عندي الجنسيه او البطاقه الموحده للفرد رقم 1، فراح الان اضيف رقم 1. لنفرض انه انا عندي بطاقه موحده لزوجتي، فهذه اضفتها. الطفل ايضا لنفرض انه هو رقم 2، عنده ايضا بطاقه موحده، فما نحتاج الى شهاده الجنسيه، راح نتركها فارغه. في حال الاشخاص اللي عندهم لا، يملي هذه الجنسيه ويملي ايضا شهاده الجنسيه. هذه بالنسبة لأفراد الأسرة، وتقدر تضيف أكثر من فرد بعد، يعني من الإمكان على عدد أفراد الأسرة تضيفهم. بالنسبة إلى تأييد بلدية المحافظة، للتشكيلات اللي تكون ضمن حدود محافظة البصرة موجود هذا النموذج الخاص بهذا القسم، يعني إنه إحنا أنا محتاجين إنه تأييد بلدية المحافظة، مجرد تنقر هنا راح تطلع لك النموذج الخاص، تقدر تحمله من هنا، تسوي له داونلود وتحمل هذا الملف PDF وتمليه، وبعده ايضا تحوله الى صيغه PDF مثل ما قلنا، وترجع ترفقه بالاستماره. اما التشكيلات الاخرى اللي هي خارج محافظه البصره، ايضا عندهم نماذج خاصه بهم يقدرون يحصلوها من الشعب القانوني. هذه بالنسبه الى تأييد بلديه المحافظه. الان انا ايضا راح ارفق هذا الملف، ولنفرض يعني انه هذا الملف هو خاص بتأييد بلدية المحافظة، أيضا تأييد الكهرباء، كهرباء المحافظة. هذه يسموها مستمسكات الدوائر الأربعة، اللي هي بعد هذه الآن 2، الكهرباء والبلدية والتسجيل العقاري وأيضا ماء المحافظة. لكل واحدة موجود النموذج مالتها الخاص به، يقدر ينزل المتقدم إذا كان من سكنة محافظة البصرة. هنا قبل ما نرفق المرفق نقرأ أيضا، هنا طالب من عندنا أنه تعهد خطي. هنا المتقدم مجرد ما يكتب تعهد خطي ويحوله إلى صيغة ملف PDF ويرفقه بالاستمارة، ما غير مطلوب أن يهمش هنا من قبل أي أحد، هو تعهد خطي يكتبه المتقدم ويتعهد بأنه هو ما يمتلك أي وحدة سكنية. هنا أنا راح أرفع أيضا أنا الملف، خلي او نقول او الكتاب الخاص بالتعهد الخطي.
المتقدم يجب أن في كل خطوة يشيك البيانات، طبعا حتى إذا انقرت خارج هنا تقدر هذا البتم نفسه الموجود اللي اسمه فتح الاستمارة تنقر عليه وراح تفتح لك الاستمارة من جديد بنفس البيانات اللي أنت مليتها، ما راح تختفي. أتأكد من البيانات اللي أنا مليتها في هذه الخطوة، أراجعها بشكل سليم وأتبعها. بعد ما أتأكد من أنه كل البيانات اللي ضفتها كانت بشكل صحيح، أنقر على هذا الزر الخاص بالتالي، راح ينقرني أو العفو راح ينقلني إلى الخطوة الأخرى. هنا أنا مثل ما جاي نشوف يجب أنه أنتبه وأقرأ كل سكشن بعناية حتى أملي البيانات بشكل صحيح. عدد سنين الخدمة في الدولة خارج وزارة التعليم العالي، هنا أنا خارج الوزارة وليس داخل الوزارة، يجب أنه أنت تنتبه لأن بعض المنتسبين عندهم خدمة خارج وزارة التعليم العالي. في حال ما كان عندي خدمة أقدر أضيف هنا البيانات مالتي، أقدر أضيف بيانات، يعني شلون راح أدخل الرقم صفر مثلا من خلال الكيبورد، وراح ينضاف عندي الانبوت الخاص بأنه أنا ما عندي عدد سنين خدمة، يعني ما أترك فارغ أضيف رقم صفر. تقدر أيضا هنا عندنا عداد تقدر من خلاله أنه تزيد، ما حاجة إلى إدخال من لوحة المفاتيح، وممكن أنه دخله من لوحة المفاتيح. أنا هنا الآن ما عندي خدمة فراح أكتب رقم صفر. بالنسبة إلى الخدمة داخل الوزارة، لنفرض أنه أنا عندي 15 سنة خدمة داخل الوزارة، فمن خلال العداد راح أبدي أزيد عدد السنين. عدد السنين الخدمة بالنسبة لأصحاب الشهادات العليا، إذا كنت تمتلك شهادة عليا عدد السنين الخدمة خلال حمل هذه الشهادة. بالنسبة لي أنا حاليا أيضا ما أمتلك فراح أكتب أيضا رقم صفر. عدد أفراد الأسرة مثل ما قلنا 3. الشهادة اللي أنا أحملها، لنفرض أنه أنا بكالوريوس، اللقب العلمي ما عندي لقب علمي راح أتركها فارغة، يعني اللي الأشخاص اللي عندهم لقب علمي يعني أو الأساتذة التدريسيين يقدرون من خلاله يختارون اللقب العلمي الخاص بهم. هل أنت من أصحاب الدرجات هذا السكشن اللي بعده العليا أليف أو باء؟ فأيضا الإجابة بنعم أو لا. طبعا هذه كلها راح تدقق البيانات تالي بشكل يدوي بعد ما انه انت ترسل هذه البيانات وترسل المستمسكات، كل المستمسكات راح تطابق ايضا. هل انت من ذوي الشهداء من الدرجة الاولى او الثانية؟ يجب الانتباه انه بالنسبة للاشخاص او المنتسبين اللي عفوا المتقدمين اللي عندهم شهداء، هل هم من الدرجة الاولى او الثانية فقط؟ فالاجابة هنا كلا. ايضا ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة، من الممكن أن هنا هذا السكشن الخاص بهم من الممكن أنه يرفقون؟ فأجاب بنعم أنه أنا من ذوي الإعاقة، راح يرفق نسخة من الجهات اللي تأيد الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة. هذه بالنسبة أو أنه ممكن أنه أجاوب بكلا وراح يعني يختفي المرفق، ما راح يطلب من عندي مرفق. طبعا هذا السكشن الأخير جدا مهم أيضا، يجب أن تقرأه بعناية. هو خاص بالظروف الإنسانية، بعض المتقدمين عندهم ظروف إنسانية، يعني خلينا نقول إنه هي داخل دائرة الظروف الإنسانية، فيقدم طلب بالظرف الإنساني لكن بشرط أن يكون مهمش من قبل السيد العميد في التشكيل مثل ما كاتبين بالاستمارة. فهذه جدا ضرورية، يعني مو مجرد إنه أنا أكتب ظرف إنساني وأرفقه وخلاص، لا، يجب أن يكون مهمش من قبل السيد العميد في التشكيل. لنفرض إنه هنا أنا ما عندي ظرف إنساني فأجبت بكلا. ايضا اقدر اسوي سكرول الى الاعلى واتاكد من البيانات اللي انا دخلتها انه هي في صوره صحيحه حتى انتقل للخطوه اللي بعدي. الان انتقلت الى هذه الخطوه، هذه الخطوه جدا مهمه ايضا يجب ان نقراها. بها ملاحظه انه هذه الاستماره فقط خاصه بالمنتسبين اللي عندهم ازواج او زوجات تعمل في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. اذا كان المنتسب او المتقدم العفو ما كان عنده زوج او زوجه، يقدر مجرد يخلي هنا كلا للإجابة على هذا السؤال، راح يسألك تسألك الاستمارة هل إنه أنت عندك زوج أو زوجة، إذا ما عندك تخلي كلا، وبالتالي راح تبقى هذه الحقول غير مفعلة وتقدر تنتقل إلى الخطوة اللي بعدها. لكن في حال أجبت بنعم يجب أن ترفق نسخة من الأمر الإداري الخاص بالزوج أو الزوجة، وأيضا تملي البيانات مالت الزوج أو الزوجة كما مطلوب من عندك، يعني نفس البيانات تقريبا هي اللي كانت في حالة المتقدم هي راح تنعاد بالنسبة للزوج أو الزوجة.
لنفرض انه انا هنا أنا راح اجاوب بكلا، فهذه ايضا راح تكون غير مفعله وراح تختفي، واقدر انتقل للخطوه اللي بعدي. الخطوه الاخرى هنا أنا جدا مهمه، اللي هي اخر خطوه، خطوه ارسال البيانات. هنا يعني مثل ما جاي نشوف ملاحظه، عزيزي المتقدم يجب التاكد من ملء جميع الحقول قبل ارسال البيانات. اقدر اراجع الاستماره من الخطوه الاولى، بمجرد ما انقر على الستيب الاولى فراح يرجعني الى الخطوه الاولى، واقدر اتصفح البيانات اللي انا مليتها بشكل دقيق قبل ما ارسل البيانات مالتي حتى اتاكد من عندهم. ايضا هنا انقر فوق مثل ما جاي تشوفون، وراح ارجع الى الخطوه الثانيه والخطوه الثالثه وهكذا، واقدر اتحقق من جميع البيانات مالتي قبل الارسال، لان البيانات مالتك انت مسؤول عنها وانت اللي مليتها، فبالتالي قبل لا ترسل البيانات مالتك يجب ان تكون متاكد من جميع البيانات، وانه انت ارفقت ملفات البي دي اف بصوره صحيحه في الاماكن اللي مثل ما شفنا بالاستماره ومرينا بها. مثل ما نوهت بالبدايه واعيد، ما يجوز انه انا ارفق كل الملفات او المستمسكات بصوره واحده. حسب السكشن اللي طالب من عندي راح ارفع ملف اللي خاص بهذا السكشن. ايضا ملاحظه اخرى هنا، بعد ما انقر على زر ارسال البيانات مثل ما راح نشوف راح تطلع لي رساله يقول لي انتظر لحين ظهور رساله تم ارسال البيانات بنجاح. انا يجب ان انتظر ظهور هذه الرساله، ما يجب انه اخرج من المتصفح، ما يجب انه اعيد تحميل الصفحه او انه اسوي لها ريلود مره اخرى. هذا ممنوع، لان هذا راح يسوي خلينا نقول خلل في ارسال البيانات مالتي، ولربما الاستماره مالتي ما راح توصل بشكل صحيح، لان الاستماره على اعتبار انه هي تحمل مجموعه من المرفقات، فيجب هذه المرفقات ان توصل بصوره صحيحه الى قاعده البيانات ويتم تقديمي بصوره صحيحه. يجب انه انتظر هذه الرساله تظهر الي وراح ترجعني للصفحه الرئيسيه بعده، انه اعتبر تقديمي تم بصوره صحيحه مثل ما راح نشوف. الان انا راح اضغط على ارسال البيانات، ظهرت لي هذه الرسالة قال لي انتظر. الآن أنا جاي انتظر، الصفحة جاي تحمل مثل ما جاي تشوفون، جاي ترسل لي البيانات مالتي. راح تظهر الرسالة الآن اللي هي خاصة بإرسال البيانات مالتي. لو في هذه الحالة أنا خرجت الآن ورجعت، من الممكن أنه تسبب لي خلل في إرسال البيانات مالتي. فحاليا أنا جاي انتظر الصفحة، هي جاي تحمل إلى حين تنطيني الرسالة. الآن ظهرت الرسالة، تم إرسال البيانات بنجاح، شكرا لك. من أنقر على الأوكي راح ترجعني إلى الصفحة الرئيسية، وبهذا أكون قد أنهيت التقديم وكملت التقديم بصورة صحيحة. شكرا جزيلا لحضراتكم لحسن الإصغاء والاستماع. الجامعة التقنية مركز الحاسبة الإلكترونية.